حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول ولرئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء. زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمملكة البحرين خطوة هامة تضاف لتوطيد أركان العلاقات الرصينة والتاريخية بين البلدين. فلقاء فخامة ضيف البلاد بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ما هو إلا تأكيد للعالم أجمع على مدى الترابط الوثيق بين البلدين. فالتنسيق كبير بين البحرين ومصر في كافة المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية لتتوج هذه العلاقات بين الفينة والأخرى بزيارة جديدة يبادر بها أحد الجانبين على مختلف المستويات لشد أواصر هذا التنسيق المشترك ورفعه إلى أعلى المستويات. العمق التاريخي والذاكرة الوطنية لكلا الشعبين الشقيقين شمل كافة القطاعات يقوده تناغم سياسي كبير وحنكة وحكمة بين قيادتي البلدين، ولا يخفى هنا مدى ما يمكن أن يسهم فيه ذلك في توفير فرص واعدة وطموحة لتنمية وتعزيز مسيرة العلاقات الوطيدة والمشتركة، حيث يتطلع البلدان لتوسيع أواصر التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري.
فهذه الزيارة الهامة تأتي بتوقيت هام ومتزامن مع العديد من التطورات المتلاحقة التي تستدعي التقييم والمشاورة، كما تتميز هذه الزيارة بقيمة وطبيعة المباحثات والمشاورات وحجم التنسيق المنتظر أن يسفر عنه اللقاء بين قيادتي البلدين، والذي يتوقع أن يمتد ليشمل إضافة للملفات ذات الطبيعة الثنائية قضايا القضاء على الإرهاب وما يشكله من خطر كبير على المنطقة، إضافة لقضايا الإقليم والعالم ذات الأهمية للبلدين. وينتظر أن يفتح اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجالا أكبر للتنسيق المتزايد بين البلدين، سيما مع مواصلة هذه اللقاءات واستمرارها دون شائبة تذكر خلال السنوات الأخيرة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الستلايت من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور، طبعا تتسم العلاقات البحرينية المصرية بأنها علاقات متميزة، طبعا تقوم على التواصل والمحبة والتعاون المشترك بين البلدين، طبعا مما جعلها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية. هل تحدثنا أكثر عن هذا الجانب؟ في البداية أحيي حضرتك وأحيي تلفزيون البحرين وشعب مملكة البحرين الشقيق. واقع الأمر أن ما تفضلت به في سؤالك هو الوصف الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاقات المصرية البحرينية أثناء محادثة تلفونية بينه وبين العاهل البحريني الملك حمد في شهر فبراير من عام 2015، حيث وصف الرئيس السيسي العلاقات المصرية البحرينية بأنها نموذج يحتذى في العلاقات العربية العربية. وهذا يعود إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذه العلاقات تجاوزت مرحلة التعاون الثنائي المشترك ووصلت إلى حد الشراكة والتكامل الاستراتيجيين بين البلدين. ثانيا أنها تقوم على الاحترام المتبادل، الثقة التامة في طرفيها، أن هذه العلاقات لم تشهد يوما من الأيام توترا، وجود أكثر من 21 ألف مصري يعملون ويقيمون في مملكة البحرين لم يكن لديهم في يوم من الأيام أي مشاكل. هناك أيضا تطابق في المواقف ما بين مصر والبحرين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. هناك مؤازرة واضحة من مملكة البحرين لمصر في المواقف والأزمات، وكذلك مؤازرة واضحة من مصر للبحرين، ففي كل مرة تزداد وتيرة التهديدات الإيرانية أو أي تهديدات إقليمية للبحرين نجد أن الرئيس المصري أيا كان هذا الرئيس يتوجه إلى البحرين مباشرة. منذ وصوله إلى السلطة في العام 2015 وحتى اليوم توجه الرئيس السيسي للبحرين مرتين في زيارتين رسميتين. أيضا من العام 2011 وحتى اليوم توجه العاهل البحريني إلى مصر في 6 زيارات من بين 12 زيارة قام بها في هذه الفترة لدول عربية، أي أن مصر وحدها استأثرت بنصف الزيارات الخارجية للدول العربية التي قام بها الملك حمد خلال الفترة من 2011 ل 2016. وكانت الزيارة الأخيرة في مارس 2017 قبيل القمة العربية 28 بأيام، وكانت سببا في إذابة الجليد ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، لأن عاهل البحرين لعب دورا في تقريب وجهات النظر ما بين القاهرة والرياض. نعم. وبالتالي هذه العلاقات تقوم على أسس راسخة، أسس اقتصادية تتمثل في تبادل تجاري يتجاوز 100 مليون دولار، واستثمارات بحرينية في القاهرة تصل إلى ملياري دولار. وأيضا على الصعيد العسكري هناك مناورات عسكرية مشتركة ما بين البحرين ومصر، هناك مناورات جوية وهناك مناورات بحرية وهناك مناورات برية أيضا بين البلدين. على الصعيد الثقافي هناك بروتوكول للتعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافي الكبير في البحرين، ما يعني أن العلاقات ترتكز على أسس ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية راسخة. نعم دكتور بشير، طبعا توقيت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا تتزامن مع العديد من التطورات المتلاحقة التي تستدعي المشاورات، بالتالي التنسيق لملفات ساخنة منها ملاحقة الإرهاب، قضايا إقليمية أخرى. هل تحدثنا أكثر عن هذا الجانب؟ ربما ترتكز العلاقات المصرية البحرينية في وصفها بأنها نموذج يحتذى في أنها لا تقتصر فقط على تدعيم أواصر التعاون على المستوى الثنائي ما بين مملكة البحرين ومصر،
وإنما تتجاوز في اهتماماتها القضايا الثنائية لتصل إلى القضايا الإقليمية والدولية. على سبيل المثال قضايا محاربة الإرهاب في مصر وفي مملكة البحرين وعلى الصعيد العربي وربما على الصعيد العالمي ككل. أيضا مسألة الأمن القومي العربي، الرئيس السيسي أكد في غير مناسبة بأن أمن البحرين والأمن الخليجي عموما هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو مرتبط ارتباط وثيق بالأمن المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل بأي تهديدات لأمن البحرين أو أمن دول الخليج مجتمعة، ما يعني أن مسألة محاربة الإرهاب والاهتمام بالأمن القومي العربي وأمن البحرين في القلب منه يعني أنه يهتم أو يتصدر اهتمامات العاهل البحريني والرئيس المصري، ويأتي في صلب العلاقات المصرية البحرينية. أيضا مسألة الإرهاب، البحرين تساهم بشكل كبير في محاربة الإرهاب عربيا ودوليا، وهي عضو في التحالف الدولي وتساهم مساهمة واضحة إلى جانب مصر في هذا الصدد، وهي أيضا تنسق مع القاهرة وتدعم جهود القاهرة في محاربة داعش في سيناء، كما تدعم القاهرة كل جهود البحرين في محاربة الإرهاب والجماعات المتمردة الموالية لإيران، والتي تسعى إلى تشويه صورة البحرين في الخارج، وتحاول أن تغض الطرف عن الإنجازات الهائلة التي قام بها عاهل البحرين على صعيد التحول الديمقراطي وعلى صعيد تطوير وتحديث البحرين وتنمية البحرين، الأمر الذي بدأ جليا في رؤية المملكة 2030، ومصر يعني تشيد بهذا النموذج وتسعى إلى الاستفادة منه أيضا. ومن ثم مسألة محاربة الإرهاب والتأكيد على حماية الأمن البحريني والأمن العربي هي أولوية مصرية، والرئيس السيسي يضع ذلك في صلب اهتماماته حينما يزور دول الخليج عموما ومملكة البحرين تحديدا. دكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.